السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدي الأعزاء قناة جزيلة بيوتي، أرحب بكم. اليوم إن شاء الله جيتكم في وصفة خفيفة ظريفة. أول حاجة هنايا كنوريكم مطيشة كي كانت ما شاء الله، كانت زاهرة وخضيضرة، لكن مع هاد الحرارة كرمات مسكينة دغيا دغيا نشفات. كما كتشوفوا هنا شتي كي كانت في الاول وشتي كي ولات دابا، واضطريت انني نحيد هاد ماطيشات، بانوا لي راه طابوا، نحيدهم دغيا قبل ما كيجي السنجاب. كيجي السنجاب كيبقى ياكلهم ليا، والمشكله ما كياكلهمش، غير كيعض فيها وكيرميها، فقررت نحيدهم قبل ما يسبقني ليهم السنجاب. اذا الوصفه ديال اليوم غادي نحتاجوا فيها الماطيشه، ان شاء الله وصفه ديال زعلوك بالباذنجان والفلفل ومطيشه. يلا نخليكم مع الفيديو. الا بغيتوا زعلوك يجي لكم بالنكهه انه مجمر اولا مدخن، كاين واحد السر في الطريقه كيفاش نطهيوه بدون نقطه ماء، فقط بالقليل من زيت الزيتون، كيجي معلك وخفيف والبنايه سلام. اذا نقسم معكم هذه الطريقه للقليل اللي كيعرف هذه الطريقه. اذا غنبداو بالمكونات. المكونات كما كتعرفوا اللي معروفه، الثوم، استعملت 4 فصوص ديال الثوم، الملح سي صالت، ملح البحر او الملح العادي، استعملت كذلك التوابل، قليل من الفلفل الاحمر، قليل من الفلفل الاسود، الكركم، سكنجبير، والفينيغر، خل التفاح. ممكن تستعملي الخل العادي، او لما كانش عندك الخل ممكن تغيريه او تبدليه بالحامض، وزيت الزيتون، والصلصة الحار هي اختيارية، ممكن تضيفيها يمكن ما تضيفيهاش. اذا ندوزو الطريقة. كما كتلاحظوا كنقي الدنجال وكنخليه بالقشره ديالو، كرمي هكاك اخضر مع الفلفل، اي نوع من الفلفل، انا عندي فلفل الاصفر، رميته فلفل اصفر، ورميت معاه واحد مطيشه كبيره اولا جوج مطيشات صغار، وصافي. وكديروا جميع، كتخلطوا جميع التوابل وكتسدوا عليها، طيب غير بالبهل واحد 15 دقائق، كتحلوا ليها كتلقاوها بهاد النتيجه بدون ماء عادي، ما كتحرق ما والو، غير اللي نوصيها البنات البوطه تكون مهيله بحال الشميعه. اذا طبق التقديم ها هو، تقريبا هذه الاكله كتوجد في اقل من 10 ديال الدقائق بهذه الوصفه اللي عطيتكم. كما قلت لكم كترمي كل شيء في الكوكوت او طنجره الضغط، وها هي كتجي يا سلام شهيه. كيف ترافقيها مع المشويات، او ممكن تاكلي هذا الطبق وحده، راه غني. شكرا على مشاهده هذا الفيديو، حبيت نطلع لكم بهذا الفيديو خفيف ظريف، والى فيديو قادم ان شاء الله، ويومكم سعيد.